أهلا بكم من جديد. مع التطورات الكبيرة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تغيرت طبيعة ونمط الحياة الاقتصادية لكافة المستهلكين، ولم يعد التسوق الإلكتروني مقتصرا على الرجال دون النساء. مشاهدينا، سنناقش التسوق الآمن لكن بعد هذا التقرير. افتتاح فعاليات المؤتمر الرابع لتطوير استراتيجيات التنافس العالمية لمواقع الإنترنت بهدف تطوير التوجيه الإلكتروني وبناء منظومة اقتصادية بهيكل سليم ونشر ثقافة التعامل مع محتوى المواقع الإلكترونية. الأهداف المؤتمر هو أهداف أن نشر ثقافة التعاملات الإلكترونية عبر البوابات الإلكترونية، نظرا لما تعانيه البوابات الإلكترونية من تحديات، من صعوبات للولوج لتصميم المواقع الإلكترونية بهوية معلوميات حديثة يعني تواكب التطورات الرقمية في العالم. إن أبواب الهوية الإلكترونية منوعة ومنتشرة، خصوصا أن للإنترنت قراصنة يعملون على امتحان الشخصيات أو سرقة المواقع. ومن هذا المنطلق شارك مؤسسي المواقع في المؤتمر لتفعيل التبادل الأفضل بينهم وتوسيع دائرة الاستفادة من التشريعات القانونية التي تهدف إلى حماية المستهلك أثناء التسوق عبر الإنترنت مثلا. في تشريعات قانونية إلكترونية، التشريعات هذه يعني كل دولة بالنسبة للعرب، العالم العربي، يعني الإمارات العربية المتحدة مجتهدة في الموضوع هذا وعندها يعني برنامج كبير على التشريعات الإلكترونية. المغرب العربي كذلك، شبه الجزيرة العربية، مصر، يعني الرؤية المفروض أنها تكون في توحيد للتشريعات هذه. يعني أي خروقات تصير في المغرب العربي على سبيل المثال ينطبق عليها نفس القوانين الإلكترونية الموجودة في الشرق العربي. وقد تم عرض إحصائيات تثبت أن كل 10 أشخاص يكون بينهم شخص واحد عضو في أحد مواقع التواصل الاجتماعية، أي أن هناك 1.5 بليون شخص يستخدمون المواقع الاجتماعية. مثلاً احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة 9 من بين 24 دولة عربية بنسبة 12.24% لأكثر الدول استخداماً للمواقع الإلكترونية، بالإضافة إلى التسوق الإلكتروني. فلو لاحظنا هنا أن معدلات الاستخدام الإلكتروني تختلف بين الدول العربية والغربية منذ عام 1995 وحتى عام 2010، لتتضح الصورة عن أعداد المستهلكين في الشرق الأوسط ومدى ارتفاعها. الهاجس تبع الاختراقات وحماية المستهلك من هذه من الجرائم الإلكترونية، كيف أن الشخص أنه يتسوق عبر الإنترنت، لابد لنا أن نوعي وندرب ونخلق جيل جديد من أنه يكون عنده دراية وثقافة إلكترونية. يجب أن يكون فيه يعني تحديد أول شيء أي مواقع اللي هي بتبيع، شركات مشهورة، شركات معروفة، يعني بتكون في نوع من المصداقية. إليك سيدتي 4 خطوات ضرورية لشراء آمن عبر الإنترنت. أولا، عليك بتحصين كمبيوترك، ففي اللحظة التي تنوين بها الشراء عبر الإنترنت بأن كمبيوترك الشخصي معرض للاختراق، لذا تأكدي قبل الولوج للموقع بأن جهازك محصن بالكامل. ثانيا، اختاري موقع الشراء المناسب، فهي خطوة مهمة توازي الأولى، فحتى لو حصنت جهازك قد تجدين نفسك تدفعين الأموال لبضائع وهمية لن تصلك أبدا. ثالثا، عملية الدفع، تختلف طرق الدفع عبر المواقع الإلكترونية وأشهرها البطاقات الائتمانية، فيطلب منك إدخال كافة البيانات الخاصة ببطاقتك، مما يعني أنك تعطين الموقع الحق بالتصرف الكامل، لذا لا تستهيني بهذه الخطوة وخطورة تعرضك للسرقة. رابعاً، عملية الشحن، عندما تشترين البضائع سوف تحتاجين لخدمة توصيلها أو شحنها، بعضهم يسمحون بذلك والبعض الآخر لا يسمح،
وبعد إتمام عملية الشراء يفاجئك الموقع بأنه لا يرسل لدولتك، وعليك توفير عنوان محلي، مما يفقدك المنتج والمال ويعود عليك بالخسارة. فتأكدي أولا سيدتي من هذه الخطوات الأربعة لتحققي شراء آمنا عبر الإنترنت. أرحب بضيفنا في الاستوديو مهندس الشبكات الأستاذ رشيد أبو سعد. أهلا وسهلا بك أستاذ رشيد. أهلا فيك أستاذ رشيد. أول حاجة طبعا التقرير يعني يطمن من ناحية ويخوف شوية من ناحية. سنة 2012 وإحنا على آخرها سمعنا كتير كوارث وصارت كتير حركات من الهاكرز حتى من العالم العربي، بعضهم هكروا بنوك إسرائيلية. سمعنا قصص مرة كتير السنة عن مواضيع الهاكرز خصوصا. كيف ممكن فعلا يحمي المستهلك جهازه؟ كيف ممكن يقدر يعني يشتغل بأمان؟ طبعا بالبداية أكيد بنوجه تحياتنا للشاهد المشاهدين أنه لازم يكون الشخص مأمن ومحصن جهازه أولا من شبكة الإنترنت، لأنه كتير منتشر موضوع الفيروسات أو طرق الاختراق وانتشرت كثير بين العالم والناس. وبالمقابل شركات الحماية قامت بدعم هذا الموضوع وبتطويره بطريقة سريعة جدا. فأول شيء لازم الشخص يكون حامي جهازه أولا من شبكة الإنترنت قبل ما يفكر يستخدم بطاقته، بطاقة الائتمان، أو يدخل أو يشتري أي من أي موقع موجود على الإنترنت. ثانيا مفروض الشخص يختار الموقع اللي بدخل عليه. في مواقع كتير الحين ومنتشرة يعني عروض أسعار وتنزيلات خيالية مرات عن طريق الإنترنت، بتيجي عن طريق البريد الإلكتروني أو بتيجي عن طريق من شخص لشخص، فعلا بتيجي إنه في عرض في موقع كذا. الناس بتستعجل في الموضوع وهي مواقع مش موثوق فيها فعليا، فبتستخدم بتروح بتستخدم بطاقة الائتمان سواء كانت كريدت كارد أو ماستر كارد أو غيرها. بعدين هلأ في من بعد الكوارث اللي صارت من طريق البنوك، فعلا البنوك عملوا شغلة كتير جميلة اللي هي كريدت كارد مدفوعة مسبقا. صحيح، وتحط فيها المبلغ اللي أنت تبغاه وراحت 500 ريال مو مشكلة. بالضبط بالضبط. الناس للأسف في ناس كتير عم بيستخدموا الكريدت كارت اللي هي مثلا الليمت تاعها بكون عالي جدا، مثلا 20 او 30 او 50 الف درهم، فعم اللي بينزل عليها الراتب حتى. بالضبط، يعني عشان هو يروح يشتري شغله مثلا ب 10 دولار ولا 20 دولار موجوده في الانترنت، لا الكريدت كارت عنده ما ضل فيها فلوس. صح، فهي هاي الشغله كثير يعني انا بنصح فيها صراحه، لانه الاستخدام امن فعلا، بحيث انه في كان اختراق. وفي كمان حل آخر كمان اخترقت، يعني في شركات عملته اللي هو مثلا في مواقع إلكترونية عم نحط فيها معلومات البطاقة الائتمانية فيها ومنشتري عن طريق المواقع هاي، بتكون معتمدة لدى مواقع كبيرة ومواقع معتمدة. فهاي الشركة يعني هاي المواقع أو الشركات وظيفتها إنه هي تدفع للموقع وتخصم من رصيدي. فبهاي الطريقة أنا معلوماتي الشخصية وبطاقة الائتمان فعليا ما ظهرت لأي موقع على الإنترنت. فهي هاي يعني أفضل طرق يعني الواحد يتبعها. طب كيف كمان يعني إحنا دائما نعرف إنه مثلا بينصحونا من المواقع السيئة، بينصحونا من البرامج أو بينصحونا ببرامج عشان تحمي الجهاز، ما في برامج أو مواقع ينصحونا بها إنه تكون مثلا آمنة؟ كيف ممكن المستهلك حتى يعرف يفرق بين الموقع اللي ممكن تعرض له فيه مشكلة ممكن الموقع الطبيعي؟ مزبوط. طبعا أول إشي في المواقع اللي هي العالمية اللي هي تاعت البراندات العالمية أو اللي هو اللبس العالمي أو أسماء الشركات العالمية، طبعا هاي يعني بنقدر نحكي إنه هاي مواقع موثوق فيها. صح. أو مواقع بنكية أو مواقع حكومية بنفس الوقت. إذا أحيانا الحرف واحد في الرابط ممكن يضيعني، يعني لو أنا داخلة على براند عالمي إيش ما كان شانيل اللي بدك، ممكن حرف واحد يضيعني. مظبوط. في بالنسبه للمواقع اللي موجوده فيها عن طريق الدفعات الماليه، كل المواقع في الانترنت بتبدا عن طريق ال HTTP. اما هذه المواقع اللي بتتم عن طريق دفع الفلوس لازم تكون تبدا ب HTTPS. حرف الاس اللي هو السكيور. الفكره من الفرق بين ال HTTP وال HTTPS، ال HTTP هو عباره عن انه موقع
عم بنقل جميع معلوماتك للجهة اللي أنت متصلة فيها بدون تشفير، بدون أي درجة من درجات التشفير. ممكن أي شخص موجود في الإنترنت بيقرأ هاي المعلومات. أوكي. طبعا ما في شركة في الدنيا بتقبل أنه تحط موقع على الإنترنت بدون ما يكون HTTPS طول ما أنه فيه دفع فلوس. يعني لو دخلنا على مواقع البنوك أو مواقع الشركات الحكومية أو أي موقع بيحتاج لفلوس من المواقع الكبيرة حلاقي HTTPS. طبعا كل ترافيك بهمه أنه يحمل بهمهم أنه يحمل الكاستمر تعونهم طبعا أولا، وبهمهم يحموا نفسهم كمان، لأنه طول ما أنه في يعني في مخترقين. طبعا الاختراق هلأ بعدة أنواع، هلأ حتى صار في اختراقات، يعني مثلا نحكي في ناس هلأ عم بيشتروا من طريق بروح على كوفينت، بكون قاعد بالكوفينت بستخدم الجهاز، جهاز عام عم بيشتري منه. حتى لو الجهاز هذا ممكن أنه لنفرض أنه هذا الجهاز نظيف وفي أنتي فيروس وأبديتد وكل شيء، في كاميرات مراقبة بتكون موجودة ممكن صح. أنه تشوف أو أي حد حولي حتى أو أي حد حوالي أو كاميرات المراقبة ممكن حدا، يعني إحنا ما بنقدر نضمن يعني بالسيكوريتي تعلمنا أنه يعني ما تقدر تثق إلا بنفسك. صح. طيب ليش في رأيك المرأة معرضة أو تكون ضحية لهذه الحركات أكثر من الرجل؟ والله أول إشي يعني النساء بحسهم أكثر يعني دقة؟ لا أكثر شراء من الرجال في مواضيع هاي، رغم أنه أنا أتفق معك، بس رغم أنه لما نجي نحسب استهلاكنا على الإنترنت فالرجال بيطلعوا أكثر لأنه هم بيدفع الفواتير ويستخدموا البنوك والأمور هذه، بس هم الضحايا أكثر ممكن النساء لأنهم عم بيستخدموا اللي هم الملبوسات أي أو كاقتناء أكثر. نعم. أو بتطلعوا على أكثر على اقتناء اللي هم الأشياء مثلا اللي مش الرجال، نطلع على الرجال من لقيهم خدمات بيدفعوا خدمات الفواتير الكهرباء الاتصالات. بس انتوا غلطاتكم فادحة، لأنه إذا بدي أدخل على حساب وبدي أدفع فواتير معناته أنا بستخدم حساب الرئيسي، وهذه الخطأ بغلطة الشاطر بألف يعني. نعم مزبوط فعلا. لكن فعلاً. المرأة بدها تستخدمها عشان تشتري أشياء سلع يعني. ايه بس بالضبط. بس هو التعامل مع الموقع عادة يعني لما تكون مواقع معتمدة بيكون كل إشي موجود على الجهاز محمي بطريقة أفضل، يعني كل إشي بيكون يعني فلترينج نحكي. أما بالنسبة للمواقع اللي مش محمية هو هون أكثر يعني أكثر نسبة خوف. وهلأ في شركات حتى شركات الحماية عم بتوفر جزء بأنظمة الحماية بتشيك المواقع هاي للشخص اللي بدخل عليها اللي هو ما عنده خلفية قوية. ففي أنتي فيروس هلأ في أنواع من الأنتي فيروس موجودة عم بتشيك كل موقع أنت عم تدخل عليه هل إنه هو موقع موثق به أو لا، فحيث أنه هذا الموقع مش موثق به عم بطلع مسج أنه هذا الموقع مش موثوق ويرجى اتخاذ الحذر باستخدام. نعم. هذا الموقع. نعم. طيب أخيرا يعني بعض الشركات توفر خدمات في أوروبا وفي أمريكا ما توفرها للشرق الأوسط، البعض برضو بيتعامل مع هذه الشركات، هل بتنصح بالتعامل معها أو لازم تكون لها تواصل معنا في المنطقة عشان نقدر نتأكد من السكيورتي والأمور هذه؟ شوفي بالنسبه للانتر يعني بالنسبه للانترنت او الشراء على الانترنت الموضوع عالمي اكثر من ما هو محلي. صح. والموضوع يعني عم تحميه منظمات حكوميه كبيره. يعني الموضوع مو شرط انه مربوط في الوطن العربي او هذا. بس الاهم شيء انه الشخص يتابع فعلا انه مش من اي مكان، او العروض اللي بتيجي على الايميلات او بتجيهم الاسئله البريديه انه أضع رقم حسابك واشترك مثلا بخمسة دولار وتربح $500,000 في السحب القادم، بيطلع بلاقي حاله أنه ما عنده حساب زيرو يعني. صح. عموما آخر نصيحة تحب تقدمها للمشاهدين بخصوص الموضوع؟ آخر نصيحة أقدمها للمشاهدين، أنا يعني أنصح كل المشاهدين باستخدام البطاقات اللي بتوفرها البنوك حاليا بتعبئتها مسبقا واستخدامها بحيث انه لو تم اي خطر في الموضوع انه ما يخسر جميع الاموال اللي هي موجوده في حسابه. هذه نصيحتك القيمه، وانا استفدت اليوم من الفقره انه عرفت ال HTTPS والHTTP العادي الفرق بينهم. يعطيك العافيه استاذ رشيد ابو سعد، شكرا جزيلا لوجودك معنا. شكرا. مشاهدينا هنا نكون وصلنا لختام حلقتنا اليوم، لقائنا يجدد باذن الله في الغد نفس التوقيت من 5:30 بتوقيت السعوديه الى 7:30. الى اللقاء.